بدا الفوج الثالث خالد. انا بالنسبه ليا اللي غادي تندار له ستاج وحنا مازال الفوج الاول ما عطيناش الفرصه ديالو يلعب. انا بالنسبه ليا الناس كيفاش كتفكر، انا بالنسبه ليا يمكن الا كنت انا احمق تكون انتوما بعقلكم. انا بالنسبه ليا الا كنت غادي نقول فبالتالي غادي نبقاو نديروا كثرت هاد التدارب وغتولي هاد الرخصه ديال الفار ما غتبقى عندها حتى قيمه، لان غادي يولي واحد عنده الرخصه ديال الفار وكيلعب القسم الوطني الثاني هو عنده ديجا الرخصه ديال الفار. وبالتالي انا بالنسبه ليا الرخصه ديال الفار تقتضي الممارسه، خصو يمارس بها. الا كنت غادي نفرق غير ان نبقى نفرق في هاد الرخص ديال الفار على الحكام شي يمينا وشي معطوري اطرافي، انا بالنسبه لي ما غتبقاش عندها قيمتها وما غتبقاش عندها ذاك الوزن ديالها. انا بالنسبه لي على الاقل هاد 12 الواحد اللي خداو الفوج الاول مازالين سته ديال الحكام ما دخلوش ما قاسوش مقابله ديال القشر ديال الاول. هذا لما غنستنيو المقابله ديال كاس العرش، بالنسبه لي المقابله ديال كاس العرش ان ديال القسم الوطني الاول هو ديال النخبه الاولى ديال البطوله، كتكون فيها الحد النديه، كتكون فيها المنافسه. وبالتالي هاد الحكام انا بالنسبه لي ما غيخرجوش، لان يلاه اربعه ديال الحكام اللي جربنا من هاد 12 من هاد 12 الى استنينا السي احمد ادردور والسي السوردي اللي كانوا قبل منهم انه كانت تعطات لهم الفرصه ديالهم، قادوا اربعه ولا خمسه ديال المقابلات. اما الاخرين 10 الاخرين يلا جربنا منهم اربعه اللي هما السي سعيد البوجيدي، السي محمد الجملاوي، كذلك نوف الناشط واشرف براده، وسته مازالين ما خداوش الفرصه ديالهم. انا الا ما عطيناهم شيء في هذه الدور هذه اللي جايه على الاقل ناخذوا منهم واحد الربعه، فغادي يخرجوا انه بصفر الموسم، صفر مقابله في هذا الموسم. بغينا هذا الموسم انه يتحسب لهم بالنسبه للمقابلات ديال النخبه الاولى ويدخل لهم في البالماريس ديالهم ديال اللعب. وبالتالي بالنسبه لي هنا ملي ما كتكونش عندك تصور، ما كتكونش عندك رؤيه، ما كتكونش عندك حتى ذاك الحده باش انك وذاك الخوف من المقابلات كتحيدو، انا بالنسبه لي هنا كيبقى الجهاز انا بالنسبه لي عاجز. كان الفوج الثاني، حنا الفوج الاول مازال ما عطيناش الفرصه، الفوج الثاني ما كنهضروش عليه كاع، فبحال غادي نزيدوا فوج ثالث غادي يدخل هذا وياخذ الرخصه الفار وغادي يبقى كيحكم في القسم الوطني الاول هوات والقسم الثاني هوات. وبالتالي بالنسبه لي هذه الرخصه ديال الفار غادي تفقد داك لا فالور ديال ديك القيمه ديالها وما غتبقاش عندها، وغيولي واحد انه كلشي حامل الرخصه ديال الفار هو كيحكم في المقابلات ديال الهوات. وبالتالي بالنسبه لي خاصنا اي حاجه تكون عندنا بتصور، تكون عندنا استراتيجيه، كان خصنا نساليو مع الفوج الاول، نعطيو الفرصه ديال اللي غادي كونفيرمي غادي نستمر معنا وغادي يبقى، اللي ما غيكونفيرميش غادي نحاولوا نصلحوه، ما عطاش نتيجه ديك الساعه نقولوا له سير دير شي حاجه اخرى من غير التحكيم. انا بالنسبه لي هذا هو الاستراتيجيه وهذا التصور، نبقاو نعمروا بزاف ديال الافواج بالرخصه ديال تدخل. وغادي يوقع لنا تضخم ثاني غادي نبقاو حاريين وثاني ما غنعرفوا ما غادي نلعبوا. كنتمنى انا بالنسبه لي على الاقل هذه الدوره 30 يدخلوا واحد الربعه ديال الاسماء من هاد السته اللي كاينين ندخلوهم.